كويس ان انت جيت والله. ده الواحد كان اعرفك. لا لا عارف 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 عارف. شايني عناع اخضر يلا بسرعه. لا لا حضرتك، لا حضرتك انت هتكتر. شايني عناع اخضر يلا. لا لا طب احترم السشوار حتى. ده هو السشوار اللي مخليني شايفك شايني عناع اخضر. يلا يلا يا استاذ انا مش بتاع بوفيه، انا المتر. متر؟ طب ماشي يا متر. شايني عناع اخضر يلا يلا. انت اللي ماسك العيال اللي تحتيك يعني؟ قول لهم يعني مش المتر ده، انا الافوكاتو. مش عايز اشرب افوكاتو، هتشربني على مزاجك. انا عايز شايني عناع اخضر يلا يلا. انا المحامي الخاص لجمال بيه حلبسه. انت محامي يلا؟ ايوه يلا. قولك محامي. لا مش بقى معاك كارنيه يعني يثبت ده؟ ماشي في الاجرام. ماشي يعني شكليات اصلا. يعني بتخش محكمه وبتتكلم وكده؟ لا ما بخشش. كل ما اخش يشتبهوا فيا يقولوا مسجل خطر، بقف بره اسلم ورافع وامشي. ماشي ما تقلقش. بس انت محامي. محامي محامي انا الاستاذ شكشوكه. مالك في ايه؟ ما انت منقي اسمي يخلينا نخليك شايني عناع اخضر اخيرا. معلش ماشي يا استاذ شكشوكه خلاص بقى. طب بما انك انت حضرتك المحامي، كويس ان انا قابلتك بقى. انا عايز بقى اجراءات بتاعه الوراثه واعلام الوراثه. قصدك بقى اجراءات ونرفع دعوه وراثه؟ مفيش الكلام ده. جدك الله يرحمه كان راجل خلبوس قوي.